القافلة الطبية منظمها جمعية اتحاد تفروين بشراكة مع مندوبية وزارة الصحة بإقليم الحوز. القافلة الطبية أول قافلة طبية متعددة التخصصات في دوار تفروين، واللي جبنا فيها العديد من التخصصات من بينها الأذن، أمراض ديال الكلي، أمراض السكر، أمراض ديال المعدة، والعديد من التخصصات. في انتظار باش نديروا حملة طبية أخرى إن شاء الله ديال العينين، اللي فيها تخصصات ديال العينين وفيها جلالة وفيها تدوات على العينين إن شاء الله وتعالى. بالنسبة للحضور، كان الحضور أكثر مما هو متوقع، وسجلنا تقريبا دابا الحضور ديال تقريبا واحد 350، يلا وصلنا دابا 12 ديال النهار، دونك غادي يكون عندنا الحضور كثير ان شاء الله وتعالى، اللي فاق التوقعات ديالنا، وكانت استجابه من الساكنه اللي كان عندها سرور وكانت فرحانه بهذه البادره اللي لاول مره بالمنطقه كتكون قافله طبيه متعدده التخصصات. وبغينا نشكروا الناس اللي تعاونوا معنا في القافله الطبيه، اللي من بينهم السلطات المحليه اللي تعاونت معنا بصفه جيده، ووفروا لنا جميع الاليات واللوجيستيك باش تمر هذه الحمله الطبيه وباش يستافدوا الرعايه ديال جلاله الملك. صراحه انا راه فرحان بزاف لهذا الشيء، هذا الاقبال هذا اللي كان اليوم على ود هذه الحمله هذه، اللي انا ما كنتش كننتظره، كنت ننتظر واحد القدر اللي بسيط، مي جانا واحد القدر اللي هائل بزاف. ولكن حنايا الحمد لله وفرنا الدواء وفرنا كل شيء، وحتى الاطباء بدورهم راه خدامين وكل شيء هو هذاك الحمد لله هذه الساعه هذه. وثاني حاجه بالنسبه لكاع المستفيدين كلهم راه غاديين وفرحانين، والدوار كامل فرحان، وهذا الشيء هذا راه تيفرحنا وتيفرح الجمعيه، وشحال من حاجه حنا نقدر نقوموا بها من هنا لقدام ان شاء الله. وهذه الجمعيه هذه راه يلاه تاساد، ما ننساوش هذا الشيء هذا، وباقي شحال من حاجه ان شاء الله باقي بغينا نخدموا عليها. وانا كمستفيد كنشكر الطاقم ديال هذا اللي قاموا بهذه المبادره الطبيه، تنشكرهم بزاف بزاف، بالاخص جمعيه اتحاد تفروين، وتنشكر سميتو اللجنه المنظمه كامله، تنشكركم حتى نتوما. هذا الشيء هذا راه زوين تبارك الله، اول مره كيتنظم بحال هذا الشيء عندنا في البلاد، في الطباء وتعطيو الدواء، يعني هذا الشيء مزيان بزاف، وكنشكركم بزاف بزاف. حنا هنا عند المساعده الطبيه تهلاو في الناس بخير وعلى خير، حتى هذوك الطباء الله يعمرها دار، عطاو الخاطر لاي واحد، سواء كان رجل او امراه، استفدي الناس شدي الدواء. كنتمنى هذه المبادره تعاود ثاني عن قريب، ما تكونش بعيده، يلاه بخير، فرحوا الناس، شدوا الدواء، كل واحد مشى بخاطرو، وكلوا وشربوا بخير وعلى خير، زعما الناس بخير وعلى خير، لا استفدوا غايه الاستفاده، بارك الله فيكم، شكرا. جبت الدري ولدي باش ندوز ليه، والحمد لله راه دوز ليه، وعطاوه الدواء، وكل شيء بخير وعلى خير، وكنتمنى هاد الناس كاملين يستافدوا، كي استفدت انا يستافدوا حتى هما كاملين. وهادشي راه كلشي مزيان بخير وعلى خير، وكنتمنى هادشي يدوز كلشي بخير وعلى خير. أول مرة هاد القافلة اليوم. كيف جاتكم؟ زينة، مزيانين. مزيانين الناس راه كلهم استفدوا، من الصغير والكبير، كاع اللي عنده شي مرض بالسكر ولا الدوخة ولا القلب ولا عطاوه الدواء ديالو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.